حبايب كينج الدايت، يلا بينا النهارده نبدأ ونعمل بانكيك بطعم المانجا. عملنا المرة اللي فاتت البانكيك وكان سادة، بس لأننا كانت أول مرة بنجربه. المرة دي بقى هنجربه بالطعوم وهنبدأ بطعم المانجا، وأي حد عايز طعم أي حاجة تاني يقولها لي في الكومنتات. عايزك قبل ما نبدأ تذكر الله وتصلي على النبي. أما البانكيك بقى المرة دي كان طالع أحلى من المرة اللي فاتت بكتير قوي، وكان طعمه جميل جدا وصحي وهيلسي وسعراته قليلة قوي، وتنفع معانا في الدايت وفي نظامنا الغذائي. وجبة كلها بروتين. ويلا بينا نبدأ الأول بالمكونات. 50 جرام مانجا ورشة ملح ورشة فانيليا وسكر دايت وبيكنج باودر وكوباية لبن و100 جرام شوفان وثلاث بيضات، وانزل بقى بيهم كده كلهم يا باشا في قلب الخلاط. اما بالنسبه للناس اللي عملتها وقالت لي ان هو الشكل طلع باظ منها والخليط كله اصلا باظ منها، فتابع معايا عشان تعرف ازاي تظبط الخليط بالظبط، لان لازم تديله حقه في ضربته في الخلاط. انت ممكن تكون استعجلت عليه شويه، وبعدين ما تزودش عن كوبايه اللبن اللي انا حطيتها ديت، لازم تضرب فيه في الخلاط لغايه ما يبان الشكل اللي قدامك بالسمك والتقل ده. وبعد كده في طاسه تيفال تكون مسخنينها كويس قوي وتكون النار متوسطه، لو كانت واطيه كمان يبقى احسن. بص الخليط وهو نازل شكله متناسق وتقيل ازاي، وكل ما كانت النار واطيه كل ما استوت معاك بشكل كويس. اول ما كويس. توصل معاك لمرحله الفقاقيع دي اعرف ان هي ابتدت تستوي من تحت، هتروح باصص عليها كده بالشكل دوت. لو لقيتها عطت اللون البني ده من تحت تروح جايب معلقه كده وقلبها على الناحيه الثانيه، وهتسيبها بالظبط كده زي 5 دقايق ل7 دقايق، مش هتاخد وقت كتير، ولازم تبقى واقف معاها وتخلي بالك عليها كويس قوي، لان هي انا حاولت اختصر الفيديو على قد ما اقدر. ما تنسانيش بقى يا حبيب قلبي من اللايك والشير، ما تنساش تدعي لامواتنا بالرحمه وتذكر الله وتصلي على النبي. وبكده نبقى عملنا